أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم مراجعة لمادة الجبر فهنشوف كده أول مسألة معانا بسم الله الرحمن الرحيم ابحث نوع الدلة من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك الدلة اللي عندي اسمها دلة س بتساوي س في ظا س على س تربيع زائد خمسة فأنا علشان أبحث نوع الدلة بحط إيه سالب س وأشوف الدلة شكلها إيه دلة سالب س وهقول له بتساوي سالب سين في ظا سالب سين على سالب سين الكل تربيع زائد خمسه. اهم حاجه بقى نشوف ايه اللي بيطير الاشاره وايه اللي بيخلي الاشاره. الاشاره بره فهضرب الاشاره اللي بره دي في الاشاره اللي جوه دي فيبقى داله سالب س هتساوي سالب في سالب بموجب هيبقى س ظا س. التربيع اللي هنا هيتلغي هيبقى س تربيع زائد خمسه. الله ده داله سالب س هي نفسها بتساوي داله سين. يبقى إذا الدالة زوجية. إذا كانت دلة سالب س بتساوي دلة س يبقى الدالة زوجية. أما إذا كانت دلة سالب س بتساوي سالب دلة س يبقى الدالة إيه؟ فردية. تعال نشوف المسألة اللي بعديها. أنا عندي دلة س بتساوي 5 في 3 أس س ناقص 5 على 3 أس س. هنعمل إيه يا مستر؟ هنشيل كل س ونحط سالب س يبقى دلة سالب س هتساوي 5 في 3 أس سالب س ناقص 5 على 3 أس سالب س أنا شلت كل سالب س يا مستر طيب إيه اللي حصل؟ نقول له تعالى بقى نقول له دلة سالب س ال 3 أس سالب س دي ممكن أنزلها تحت تبقى 5 في 3 أس س ناقص ال 3 دي ممكن أطلعها فوق تبقى 5 في 3 أس س مش هي هي برضو الدالة يا مستر نقول له ما ناخد إشارة سالب يبقى نقول له دالة سالب س هتبقى سالبة أهي هاخد إشارة أهو هيديني خمسة في تلاتة أس س ناقص خمسة على تلاتة أس س الله ده هي نفس الدالة بس مسبوقة بإشارة سالبة أقول له إذا الدالة فردية يبقى إذا الدالة لما تبقى زوجية يبقى دالة سالب س بتساوي دالة س والدالة لما تبقى فردية بيبقى دالة سالب س بتبقى بتساوي سالب دالة س بتساوي سالب دالة إيه س دي أول مسألة طيب تعالى نشوف احنا بنراجع وبناخد امثله متنوعه على ماده الجبر اول مساله تانية بقى بناخدها هنا حل المعادله مقياس س ناقص واحد بتساوي اتنين س ناقص 3 يبقى نقول له الحل انا علشان افك المقياس فبقول له يبقى س ناقص واحد بتساوي موجب او سالب اتنين س ناقص 3 وافصل كده ما بين الحلين اقسم كده صفحه نصين كده اهو وابدا بقى احط حدود المقياس اقول له يعني س اكبر من او يساوي الواحد او س اقل من الواحد دي بتريحني وانا بطلع الناتج اشوف الحل موجود في المنطقه دي ولا لا جبتها منين دي من المقياس نفسه انا عندي س ناقص واحد اساويها بالصفر تبقى اذا س بتساوي واحد يبقى الحدود هنا س اكبر من الواحد وهنا س اقل من واحد طب والاكبر اخد فيها ايه اخد اللي بالزائد اقول له يبقى س ناقص واحد بتساوي 2 س ناقص 3 خدت اللي بالزائد ها وهنا س ناقص واحد بتساوي سالب واخد المساله بالقوس عشان السالب تخش على الاثنين، 2 س ناقص كام؟ 3. يلا نحل دي. ايه رايك لو ودينا السين كده وودينا العدد الناحيه الثانيه؟ يعني ال 3 هتيجي كده والسين هتيجي كده. يبقى ادي ال 2 س اهي ناقص السين، وال 3 هتبقى 3 ناقص 1. طب يلا ما نطرح 2 س من س س و3 ناقص 1 2، يبقى السين بتساوي 2. طب هل ال2 دي موجوده في الفتره بتاعتي؟ اه موجوده، يبقى اذا تحقق الايه؟ الحل. شفت بقى هنا الفترة دي بتريحني زي بدل ما انا اعوض في المسألة تاني لا انا طلعت الحل هنا س بتساوي اتنين ابص على الحدود اللي انا اعملها انا حاطط حد عندي ان السين اكبر من الواحد لما تبقى السين اكبر من واحد وانا مطلع الحل باتنين يبقى دي بتحقق الايه المعادلة طيب هنا لازم اخش بالسالب يبقى س ناقص واحد بتساوي سالب اتنين س موجب ثلاثة السالب دي دخلت هنا ودخلت هنا في ناس بتغلط في المساله دي ها وودي السين الناحيه التانيه يبقى تلاته س بتساوي اربعه يبقى السين تساوي أربعة على التلاتة الله أربعة على التلاتة يا مستر ده عدد أكبر من الواحد لأنه تلاتة على التلاتة فيها الواحد أربعة على التلاتة يبقى أكبر من الواحد ده أنت بتقول لي المنطقة بتاعتك دي لازم يكون العدد أقل من الواحد اه يبقى ديت لا تحقق يبقى ساعتها نقول له مجموعه الحل مجموعه الحل عباره عن اتنين يبقى خلي بالك الحدود اللي انت بتحطها دي هي اللي بتثبت لك مين اللي باخده معايا ومين اللي برفضه. انا طلعت الحل هنا اتنين قلت له اه ده معايا ده. طب طلعت الحل هنا س بتساوي اربعه على 3 لو عملتها على الاله هتلاقيها واحد وتلت. طب ما انا هنا عامل س اقل من الواحد يعني انا ما باخدش الا الاقل من الواحد، ده واحد وتلت لا يبقى ده لا يحقق الايه؟ المعادله وبالتالي ماخدوش معايا. نشوف مساله كمان اللي جاي بتقول اوجد مجموعه الحل في ح للجذر التربيعي ل س تربيع زائد 6 س زائد 9 بيتساوي 9 ناقص 2 س. اول ما بشوف جذر تربيعي كده لازم اشوف هل هو مربع كامل ولا لا واحاول احوله لايه؟ مقياس فنيجي نقول له اهو الحل الجذر التربيعي ل س تربيع زائد 6 س زائد 9 ده مربع كامل. ده مربع كامل. عرفت منين؟ نقول المربع الاول اهو. ومربع التاني اهو وده جذره س ده جذره تلاته س في تلاته بتلاته س في اتنين طب له ايه بقى نقوله نقوله له جذر اهو والقوس س زائد تلاته الجذرين والاشاره اللي في النص لكل تربيه. طب وبعدين نقول له قوس تربيته جواه جذر ممكن اخليه مقياس س زائد 3. اذا انا حاولت اتحايل على الجذر لغايه لما حولته لمقياس، فبقت المساله كده مقياس س زائد 3 بتساوي 9 ناقص 2 س. اه يبقى ساعتها بقى نقول له ايه؟ نفصل تبقى س زائد 3 بتساوي موجب او سالب 9 ناقص 2 س. يلا بقى نحل نفس الطريقه بنفس الاسلوب بس نعرف الحدود اللي جوه الجذر ده س زائد 3 هوديه الناحيه الثانيه تبقى س اكبر او تساوي سالب 3 او س اقل من سالب 3 دي الحدود اللي هشتغل عليها طيب هاخد اللي بالموجب يبقى س زائد 3 بتساوي 9 ناقص 2 س هنا هاخد اللي بالسالب يبقى س زائد 3 بتساوي سالب وهنا 9 ناقص 2 س نودي السينات مع بعض والاعداد مع بعض الاتنين سين هوديها الناحيه التانية مع السين تبقى ثلاثة سين والتلاتة هتروح الناحيه التانية بالناقص تبقى ستة بالاسم على الاتنين تبقى السين بتساوي ثلاثة يا ترى التلاتة دي موجوده في الفتره دي ده فتره اسمها سين اكبر من سالب ثلاثة التلاتة اكيد موجوده يبقى بتحقق اهي تحقق الداله طيب نيجي هنا بقى اخش بالسالب يبقى س زائد 3 بتساوي سالب تسعة زائد 2 س سالب دخلت على التسعه بقت سالب تسعه وسالب في سالب بموجب بقت نودي السينات مع بعض اجيب السين دي هنا واودي التسعه الناحيه الثانيه يبقى التسعه هتيجي هنا تبقى ب 12 وهنا السين هتبقى 2 س ناقص كام؟ س في الاخر هتبقى هنا 12 بتساوي س الله ده انا عايز س اقل من كام؟ من سالب 3 انا طلعت السين بتساوي كام؟ بتساوي 12 يبقى دي مرفوضه ويبقى مجموعه الحل بتساوي 3 نشوف مساله كمان مساله بتقول اوجد مجموعه الحل في ح لمقياسين مقياس 3 س ناقص واحد بيساوي مقياس س ناقص 2 والمساله الثانيه بيقول له انا عايز مجموعه الحل لمقياس س زائد س بتساوي كام؟ صفر الحاله الاولى انا هحل اولا الاول احسن طريقه لحل المقياسين ان انا اربع الطرفين يبقى اجي اقول كده بالتربيع للطرفين يبقى لما هربع الطرفين هلغي المقياسين فهتبقى 3 س ناقص 1 الكل تربيع بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع يلا نربع الاولى مربع الاول 9 س تربيع 2 في الاول في الثاني بناقص 6 س مربع الثاني 1 هنا مربع الاول س تربيع 2 في الاول في الثاني بناقص 4 س مربع الثاني هيبقى 4 ندخل السين تربيع جوه هتبقى 8 سين تربيع ناقص اتنين س زائد تلاته ناقص تلاته بتساوي صفر هنحل القوسين اتنين س واربعه س ناقص وزائد هيبقى هنا تلاته وهنا واحد الاشاره هتبقى دي اللي هتبقى بالناقص ودي اللي هتبقى بالزائد بحيث ان دول يبقوا سته ودول يبقوا اربعه يدوني سالب اتنين س يبقى الحل عندي عبارة عن يا إما س بتساوي سالب نص يا إما س بتساوي سالب تلاتة على الأربعة والاتنين مقبولين والاثنين اخدهم ولو عايز اكتب مجموعة الحل اقول له اذا مجموعة الحل بتساوي سالب نص وتلاتة على اربعة ده المسألة الاولانية المسألة التانية اللي هي رقم اتنين بيقول له مقياس سين زائد سين بتساوي صفر عايزين نحلها يبقى نقول له يبقى مقياس س بتساوي سالب س. طب عايزين نفك المقياس هيبقى س هتساوي موجب او سالب سالب س. طيب يبقى في الحاله ديت تعالى نقسمها نصين. نص س بس يبقى الحدود بتاعتي يا اما س اكبر او تساوي الصفر يا اما س اقل منين؟ من صفر. اخد المره اللي المرة اللي بالزائد هيبقى س اللي بالزائد زائد في ناقص بتساوي ناقص س. واللي بالناقص ناقص في ناقص هتبقى س بتساوي ايه س من هنا الس هتخش لها جوه يبقى 2 س بتساوي صفر هقسم على الاثنين تبقى س بتساوي صفر الصفر معايا في منطقتي يبقى بتحقق طيب س بتساوي س لما تلاقي مساله فيها س بتساوي س او كميه هنا بتساوي نفس الكميه هنا يبقى بتحقق كل الفتره اللي موجوده دي تحقق الفتره كلها يعني مجموعة حل المسألة دي من صفر إلى من سالب ما لا نهاية لغاية صفر طب ما انا معايا الصفر يا استاذ نقول له نضم معاهم ويبقى مجموعه الحل عباره عن من سالب ما لا نهايه لصفر مغلق ليه مغلق انا خدت الصفر حطيته معايا هنا بوريهالك تاني كده بالراحه كده المساله اهي مقياس س زائد س بتساوي صفر يبقى مقياس س بيساوي سالب س عشان تفك المقياس هنعمله بالزائد والناقص، يبقى السين بتساوي موجب او سالب سالب سين. هناخد بقى الفترات اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى يا اما س اكبر او تساوي صفر، يا اما س اقل من الصفر. هنا س هاخد اللي بالزائد وفي ناقص جوه يبقى ناقص، واوديها الناحيه الثانيه يبقى 2 س بتساوي صفر. يبقى السين بتساوي صفر، والصفر ده لو بصيت عليه تلاقي فيه هنا يساوي، يبقى بتحقق. طب هنا طلعت س بتساوي س واحد يقولي طب ما نقسم على السين نقسم على السين هتطلع واحد بتساوي واحد وواحد بتساوي واحد برضو يبقى بتحقق معايا كده يبقى تحقق الفترة الاتنين ويبقى معنى كده انه اي عدد هتحطه هنا هيساوي نفس العدد اللي هتحطه هنا هحط هنا عدد سالب واحد هنا يبقى سالب واحد سالب اتنين لان الفتره من صفر لسالب ما لا نهايه هحط هنا سالب اتنين هيطلع هنا سالب اتنين هحط هنا سالب تلاته هيطلع هنا سالب تلاته اذا الفتره بتحقق في كل المعادلات وبالتالي هيبقى مجموعه الحل للفتره دي من سالب ما لا نهايه لغايه صفر مفتوح بس انا معايا الصفر نقول له نقفله يبقى من سالب ما لا نهايه لغايه كام صفر المساله دي ممكن تتحل بيانيا برضه وممكن تتحل ايه جبريا ناخد مساله كمان حل المتباينه دي 1 على مقياس 2 س ناقص 1 ناقص 2 اكبر او تساوي الواحد المتباينه ديت هنيجي نقول له الحل يبقى 1 على مقياس 2 س ناقص 1 ناقص 2 اكبر او تساوي 1 هودي السالب 2 الناحيه الثانيه هيبقى واحد على مقياس اتنين س ناقص واحد اكبر من اتنين اجمعها مع الواحد تبقى تلاته طيب لو قلبنا المتباينة يحصل ايه لو ما نقلب المتباينة هنقلب هنا ونقلب هنا ونعكس اتجاه المتباينة خلي بالك لما يبقى الف على ب اكبر من ج على د لما تيجي تقلب دي وتخليها ب على الف تقوم تقول اقل من د على ج هنا هنقلب المتباينه هيبقى مقياس 2 س ناقص 1 اقل من او يساوي ثلث، فبقت مساله عاديه هي الاقل، بنعمل ايه في المساله الاقل؟ تعالى نشوف بنعمل ايه في المساله الاقل، مقياس 2 س ناقص 1 اقل من ثلث تبقى ال2 س ناقص 1 اقل من سالب ثلث واكبر من او يساوي ثلث. باخد اللي جوه المقياس في النص واقول له ده اكبر من سالب تلت واقل من تلت طب ما نودي الواحد الناحيه التانية باشاره مخالفه هيبقى سالب تلت زائد واحد اقل من اتنين س اقل من تلت زائد واحد سالب تلت زائد واحد بتلتين يبقى اتنين على تلاته اقل من اتنين س اقل من تلت زائد واحد باربعه على تلاته طب ايه رايك لو قسمنا على الاثنين في كل المساله هنقسم هنا على الاثنين ونقسم هنا على الاثنين ونقسم على الاثنين فيها الاثنين فهيبقى تلت اقل من س اقل من ثلثي خلاص كده المسألة أول ما تكون خلصت وبقت المسألة فيها س بس يبقى أنت خلصت تعالى نكتب مجموعة الحل مجموعة الحل هنيجي نقول له مجموعة الحل فترة مغلقة من تلت لاتنين على كام على ثلاثة يبقى المسألة مشينا فيها واحدة واحدة قلبنا وأنا بقلب بغير المتباينة أنا بغير المتباينة في الضرب في سالب أو في الاسم على سالب أو إنه إيه بقلب الإيه الكسر نشوف مسألة كمان حل المتباينة الجذر التربيعي ل س تربيع ناقص 2 س زائد 1 اقل من 5 احنا اتفقنا ان اي مساله فيها جذر كده لازم اكيد هتبقى فيها مربع كامل فانا هاجي اقول له كده الجذر التربيعي ل س تربيع ناقص 2 س زائد 1 ده فعلا مربع كامل هيبقى بيساوي الجذر التربيعي ل س ناقص 1 الكل تربيع. طيب هيبقى بيساوي كام؟ بيساوي مقياس س ناقص 1. يعني كده المساله بتقول لي مقياس س ناقص 1 اقل من او تساوي 5. فبقت مساله عاديه جدا، تعال نحط السالب س ناقص 1 في النص ونقول له اقل من سالب 5 واكبر من ايه الخمسه. يبقى ده اكبر من سالب خمسة واقل من سالب خمسة وأودي الواحد الناحية التانية يبقى سالب خمسة زائد واحد اقل من س اقل من خمسة زائد واحد ديت بسالب اربعة اقل من س اقل من ستة خلاص المسألة كده خلصت يبقى نيجي نقول له ايه خلي بالك ده كان فيها يساوي يبقى مجموعة الحل في الحالة دي فترة مغلقة من سالب اربعة لغاية ستة فترة مغلقة من سالب 4 لغايه 6 علشان كان فيها يساوي من بدء المساله طيب ناخد مساله كمان برضو هي نفس المساله موجوده هنا خلي بالك نقراها تاني اهي دي اولا ودي ثانيا مقياس 2 س ناقص 7 اكبر من او يساوي 9 يبقى هنيجي نقول له كده مقياس 2 س ناقص 7 اكبر او تساوي 9 مسائل الاكبر بنعملها كده بنقسم الصفحه نصين ونقول له يا إما 2 س ناقص 7 اكبر من او تساوي 9 يا إما 2 س ناقص 7 اقل من او تساوي سالب 9. دي بنكتبها زي ما هي انما دي بغير العلامه وبغير العدد. ها يلا نحل دي، ال7 هتروح الناحيه دي يبقى ال2 س اكبر من 9 زائد 7 يبقوا 16. بالقسم على الاثنين القسم على الاثنين ما بتعكسش اتجاه المتباينه لانه عدد موجب يبقى س اكبر او تساوي كام 8 هنا هودي السالب 7 الناحيه الثانيه يبقى ال2 س اقل من او تساوي سالب 9 زائد 7 يبقى ال2 س اقل من سالب 9 زائد 7 يبقوا سالب 2 هل هقسم على الاثنين تبقى س اقل من او تساوي سالب واحد وصلنا الى ان هنا في س وهنا في س يا ترى مجموعة الحل إيه؟ هنقول له مجموعة الحل في المسائل الأكبر فيها ح ما عدا الفترة المفتوحة، أنا بعكس إيه الفترة من سالب واحد لغاية 8. المساله الاكبر لازم تلاقي فيها ح المساله الاكبر بنعكس الايه الفترات لو هي مغلقه نخليها مفتوحه لو هي مفتوحه بنخليها مغلقه نشوف مساله كمان ارسم الشكل البياني لدلة س بتساوي مقياس س ناقص 2 زائد واحد ومن الرسم بين نوع الدالة من حيث كونها زوجية أم فردية ثم أوجد معادلة محور التماسل أول حاجة في المسألة دي بحدد نقطة التماثل. نقطة التماثل باخدها من جوه المقياس هنا بعكس الإشارة وهنا بمثل الإشارة فهقول له نقطة التماثل عبارة عن 2 و من نقطة التماسل دي بجيب من هنا المدى وبجيب من هنا الاضطراد لو هو طالب الاضطراد طيب نبدا نرسم نقول له فين 2 و دي ادي ال2 وادي الواحد وانت عارف طبعا المقياس بيترسم ازاي وبترسمه حضرتك وترسم قدامك اهو تعالى بقى نطلع منه كل حاجه ها المدى فدي نقوله المدى عباره عن من واحد الى ما لا نهايه الاضطراد نقوله له من اتنين لما لا نهايه تزايدي ومن سالب ما لا نهاية للاتنين تناقصي طيب النوع نقول له ده متماثل حول مستقيم مش هو محور الصادات يبقى الدالة ليست زوجية وليست فردية طيب اخر حاجة بيسألني فيها معادلة التماثل نقول له س معادلة التماثل س تساوي اتنين يبقى انا كده مسكت المسألة رسمتها وبعدين أولًا طلعت له نقطة التماثل لأن دي اللي برسم بيها، حددت نقطة التماثل، عملت محاور جديدة، عملت محور خط المستقيم هنا وخط مستقيم هنا، رسمت دلة المقياس، وبعدين بدأت أطلع كل حاجة رغم إن هو مش طالب كل حاجة، بس أنا بدأت أطلع لك كل حاجة عشان أراجع لك الإيه الدرس. نشوف مسألة كمان. ارسم الشكل البياني دالة س بتساوي 3 ناقص س تربيع. وعين مداها واضطرابها ونحها من حيث كونها زوجية أو فردية ثلاثة ناقصين تربيع دي دلة تربيعية الدلة التربيعية نيجي يعني نقول له إيه نقطة التماثل أو رأس المنحنى بتاعها عبارة عن صفر وثلاثة فين الصفر والثلاثة الصفر هنا ووادي الثلاثة يبقى دي نقطة التماثل بتاعتي اللي هي رأس الايه المنحنى خلي بالك معامل سين تربيع سالب يبقى الرسمة هتبقى مقلوبه مش هتبقى معدوله يبقى هنرسمها لتحت كده طبعا ممكن نعمل جدول ونطلع قيم وممكن نرسمها بالايه بالمسطره اللي زي ديت دي نرسمها على طول فاترسمت يلا نطلع بقى المجال المجال هيبقى ح طيب المدى نقول له المدى بيجيبه من هنا من عند التلاته بس هي لتحت يبقى من سالب ما لا نهايه لغايه التلاته طيب الاضطراد الابتراض نيجي نقوله من صفر إلى ما لا نهاية تناقصية ومن سالب ما لا نهاية لغاية صفر تزايدية طيب النوع نقول له المستقيم محور الصادات قاسم الرسمة يبقى إذن الدلة زوجية ولو سألني الدلة دي أحادية ولا ليست أحادية أجيب خط أفق كده ألاقيه يقطع فين في نقطتين نقول له الدلة ليست احادية. ولو سالني عن معادلة محور التماسل اقول له معادلة محور التماسل س تساوي صفر. يبقى انا جبت لك كل حاجة في المسألة. جبت لك رأس المس... المنحنى، جبت لك المجال، المدى، الاضطراب، الدالة نوعها ايه؟ زوجية ولا لا؟ جبت لك الدالة احادية ولا لا؟ جبت لك معادلة محور التماثل. نشوف مسألة كمان. ها. ارسم منحنى الداله داله س بتساوي س زائد واحد لكل تكعيب زائد اتنين قوه القوس س زائد واحد لكل تكعيب زائد اتنين بره ومن الرسم اوجد المجال والمدى وبين نوع الداله من حيث كونها زوجيه ام فرديه ام غير ذلك دي داله تكعبيه اهم حاجه في المساله نقطه التماثل نقطه التماثل هتبقى سالب واحد واتنين ادي السالب واحد اهو وادي الاتنين اهي باجي كده وبرضو ممكن ارسمها بالمسطره ديت بعمل كده اهو واظبط المحور بتاعي واقوم عامل كده واجي الناحيه التانية برضو نفس الكلام بالمسطره بتاعة المنحنى ده اعمل كده واقوم عامل كده انا بدوس على الرسمه تاني هنا عشان ابين لك احنا بنرسم ازاي برسمه الايه المنحنيات طلعت الرسمه بتاعتي زي ما انت شايف كده داله تكعبيه طيب يلا نكلم بقى المجال بتاع الدالة التكعيبية دي ايه؟ حا طب والمدى برضو حا لانها ممتدة لفوق وممتدة لتحت طيب الاضطراد نقوله لو هي مرسومة في الاول والتالت تبقى تزايدية على مجالها لو مرسومة في الثاني وفي الرابع تبقى تناقصية على مجالها الدالة دي تزايدية على مجالها طيب النوع النوع يعني يقصد زوجية ولا فردية نقول له الدالة التكعبية لو مش متماثلة حوالين نقطة الأصل تبقى ليست زوجية وليست فردية يبقى نتكلم على النوع ليست زوجية وليست فردية طيب بالمرة بقى نسأل على الأحادية نقول له أنا لو عملت خط مستقيم كده هيقطع في نقطة واحدة فنيجي نقول له يبقى الدالة أحادي يبقى انا كده جبت لك كل حاجه ممكن يسالك فيها عن نقطه التماثل عن المجال عن المدى عن الاضطراد عن النوع عن الدلة احاديه او ليست احاديه ناخد مساله كمان ارسم منحنى الدالة دالة س بتساوي واحد على س ناقص ثلاثة زائد واحد ومن الرسم اوجد مدى الدالة ونقطة التماثل ونوع الدلة من حيث كونها زوجية أم فردية دي دالة كسرية الدالة الكسرية بناخد نقطة التماثل بتاعتها من المقام بعكس الاشاره بره بنفس الاشاره يبقى نقطه التماثل عباره عن ثلاثة وواحد طب فين الثلاثة والواحد دي ادي الثلاثة اهي وادي الواحد اقوم انا عامل محاور تماثل جديده خلي بالك المحاور التماثل الجديده هيبقى ده الربع الاول بتاعك ده الثاني ده الثالث ده الرابع في المحاور التماثل اللي انت عملتها والداله لانها موجبه فبتترسم في الاول والثالث لو انها سالبه او او معامل س في المقام سالب فبتترسم في التاني وفي الرابع. طيب دي موجبه يا مستر يبقى انا هرسم في التالت ده الاول بتاعي وده التالت بتاعي هرسم الداله بقى زي برضو معلمتك ونرسمها برضو هنا كده اهو بتعمل حضرتك بتيجي هنا محاور المسطره مع محاورك انت وترسم الرسمه بتاعتك ونفس الكلام الناحيه الثانيه ها كده وتعمل محاور المسطره مع محاورك انت وترسم الرسمه بتاعتك رسمت الرسمه تعال نطلع بقى البيانات انت عارف طبعا في الداله الكسريه بنخصم من المجال قيمه السينات فلو انا جاي عايز اجيب المجال اقول له ح ما عدا تلاتة واخصم من المدى قيمه الصادات يبقى المدى ح ما عدا كام؟ واحد. طيب نيجي نتكلم بقى على نقطه التماثل جبناها الداله طبعا الداله ليست زوجيه وليست فرديه. نيجي نتكلم على الاحاديه الداله احاديه لان لو عملت خط كده هتقطع في نقطه واحده. نيجي نتكلم على الاضطراد فنيجي نقول له دي موجوده في الاول والثالث يبقى الداله تناقصيه على فترتيها. واحد يسالني يقول لي فين فترتيها دول يا مستر؟ نقول له نبدا بقى من هنتكلم من هنا هنيجي نقول له من ثلاثه الى ما لا نهايه ادي فتره ومن سالب ما لا نهايه لغايه الثلاثه الفتره الثانيه من ثلاثه الى ما لا نهايه ومن سالب ما لا نهايه لغايه الثلاثه، دول الفترتين اللي الداله تناقصيه ايه فيهم. يبقى ما بنقولش تناقصيه على مجالها، بنقول تناقصيه على فترتيها. يبقى برضه هنا في الرسمه رسمنا الرسمه، جبنا نقطه التماسل، جبنا المجال، جبنا المدى، حددنا النوع ليست زوجيه وليست فردية لو سالني على الاحاديه بمد خط كده الاقيه بيقطع في نقطه واحده اقول له الداله دي احاديه، لو سالني عن التراب فبقول له الداله دي تناقصيه على فترة تانية. طيب. تعالى نشوف مسألة كمان بيقول لي اثبت ان الدالة س بتساوي ايه؟ 2 مقياس س ناقص واحد على مقياس س دالة زوجية. ثم ارسم منحنى الدالة ومن الرسم اثبت ان الدالة دي أحادية أم لا من من الرسم. شوفها لي يعني ان الرسم أحادية ولا الأول عايز يثبت ان الدالة دي زوجية جبريا كده. ده ما واضح انها كده من قبل ما يعني ما قاليش ارسم الاول، قال لي اثبت ان الداله دي ايه؟ يبقى انا لابد ان انا احلها جبريا، فاجي اقول له داله سالب س بتساوي 2 في سالب س ناقص 1 على سالب س كده ده مقياس اهو وانا حطيت جواه سالب، طبعا عارف انت ان المقياس بيلغي الاشاره زيه زي الاس الزوجي زيه زي الدلة جيب التمام، كل دول من الحاجات اللي بتلغي الاشاره، فنيجي نقول له يبقى داله سالب س هتساوي اتنين في مقياس س ناقص واحد على مقياس س يبقى انا كده لغيت الاشاره. الله يا مستر ما هي دي دله س يبقى نقوله يبقى دله سالب س بتساوي دله س. الله يبقى اذا الداله زوجيه. قال لي اثبت انها زوجيه انا ثبتت له انها زوجيه جبريا وهنثبتها كمان إيه بيانيا. طيب عايزين نرسمها بقى يا مستر فعشان ترسمها انا ما خدتش الوصف ده في الرسم لكن ممكن اقسم المقياس على المقياس واقسم الواحد على المقياس فتبقى الصوره كده داله س تساوي اتنين على مقياس س 2 على واحد ناقص واحد على مقياس س هقسم المقياس على المقياس يبقى فيها الواحد وتبقى بالمنظر ده في الاخر عباره عن سالب واحد على مقياس س زائد اتنين قسمت المقياس على المقياس فهي الاثنين، قسمت الواحد على المقياس بقى واحد على المقياس، عدلت المساله فقلت له يبقى سالب واحد على مقياس س زائد اثنين يا ترى نقطه التماثل بتاعت المساله دي كام؟ وخلي بالك المقياس في الداله الكسريه يا اما الاثنين يبقوا فوق ساعه لما يبقى المقياس مجب. يا اما الاثنين يبقوا تحت ساعه لما يبقى المقياس ايه؟ سالب. هنقول له نقطه التماثل هنا صفر وكام واتنين. فين صفر واتنين؟ نقوله اهي. يبقى الاثنين وخلي بالك المقياس هيبقى فيه سالب يبقوا الاثنين يترسموا تحت، فانا جبنا محور تماثل عند الاثنين ورسمنا الاثنين تحت المفروض انه واحدة في الثاني وواحدة في الرابع، لو هي سالبة واحدة في الثاني وواحدة في الرابع، بس المقياس عمل ايه؟ نزل اللي في الثاني خلاها في الرابع علشان يبقوا الاثنين سالبين، لأن المقياس هنا سالب. يبقى أدي المسألة. طيب هات بقى كل بياناتك عن المسألة، المجال نقول له اجيب المجال ح ما عدا الصفر لأن نقطة التماثل صفر واتنين، المدى اه خلي بالك بقى هنا المدى مختلف شوية، المدى خد بالك من الرسمة المدى من سالب ما لا نهاية لغاية اتنين النوع نقول له الدلة متماثلة حول مستقيم محور الصادات يبقى الدلة زوجية ده إثبات تاني بقى إحنا ثبتناها جبريا وبنثبتها له كمان إيه بيانية وبعد كده أخيرا الاضطراد نيجي نقول له بقى في الفترة من صفر إلى ما لا نهاية دي موجودة في الربع الرابع تبقى ايه؟ تبقى تزايدية، وفي الفترة من سالب ما لا نهاية لغاية صفر دي موجودة في الربع الثالث تبقى تناقصية، لأنه الدوال العادية من غير مقياس الأول والثالث، الدالة الكسرية الأول والثالث بتبقى تناقصية على فترتيها، والثاني والرابع بتبقى تزايدية على فترتيها، فأنا جيت هنا وقلت له من صفر إلى ما لا نهاية دي موجودة في الرابع، تبقى تزايدية، ومن سالب ما لا نهاية لغاية الصفر تبقى آآ آآ تناقصية، يبقى إحنا حلينا المسألة أولًا كان عايز أثبت له إنها دالة زوجية ثبتناها وبعدين قسمنا خلي بالك من الحتة دي مهمة قوي قسمنا اتنين مقياس س على مقياس س فيها الاتنين وقسمنا واحد على مقياس س طلع واحد على مقياس س وعدلناهم لما تعدلهم ما تغيرش إشارة أنت بتجيب دي هنا وبتجيب دي هنا فبتقول له سالب واحد على مقياس س زائد اتنين فيطلع نقطة التماثل صفر واتنين أهي قدامك رسمنا المسألة طبعًا أي مسألة كسرية فيها مقياس لو موجبة يطلعوا الاثنين فوق جنب بعض في الاول والثاني لو سالبة يطلعوا الاثنين تحت في الثالث وفين في الرابع رسمناهم في الثالث والرابع وبدأنا نجيب بيانات المسألة المجال ح ما عدا الصفر المدى المدى خلي بالك ما تقولش ح ما عدا الاثنين المدى من سالب ما لا نهايه لغايه اثنين لان المسألة مرسومة في ربع بس مش في الربعين واتكلمنا على النوع وطلعت النوع برضه زوجيه زي ما ثبتناها في الاول ثبتناها بيانية نشوف مساله كمان من اهم المسائل اللي بتجيلنا في الامتحان المسائل المعرفه باكثر من قاعده واحيانا الطالب مش بيعرف يرسمها قوي فاحنا بنحاول نرسمها معاك بالراحه علشان حاول انك انت ترسمها بدقه وبيقول لي ارسم دالة س بتساوي س تربيع لما س اكبر او تساوي الصفر، وسالب اتنين س لما س اقل من الصفر، ومن الرسم اوجد المدى احنا بنجيب كل حاجه يعني احنا بنطلع كل حاجه من المساله. فاحنا عملنا جدول جدول يخص السين تربيع وكتبنا فوق منه المنطقه بتاعته اللي هي س اكبر من الصفر. وعملنا جدول يخص السالب اتنين س والمنطقه بتاعته اللي هي س اقل عشان لما تيجي تفرض تفرض على حسب الفرض اللي هو حاطه، يعني انا دلوقتي الداله بتاعتي اسمها س تربيع بس لما تيجي تحط قيم تحطها في السين اكبر او تساوي الصفر، فانا أخد الصفر ماشي، أخد الواحد، أخد الاتنين، ده كلام مظبوط. عوض يا استاذ، هعوض بالصفر تبقى بصفر، عوض بالواحد تبقى بواحد، داله اسمها س تربيع، عوض بالاتنين تبقى باربعه. يبقى انا اخدت ثلاث قيم طب تعالى للرسمه الثانيه الرسمه الثانيه اسمها دالة س بتساوي سالب اتنين س بس ايه خد القيم س اقل من الصفر يعني خد القيم السالبه وكمان الصفر ما يبقاش معاك لو هتاخده حط عليه دايره فانا خدت الصفر وحطيت عليه دايره وعوضت طلع صفر وهنا سالب واحد اعوض بيه يطلع لي 2 ما هو سالب في سالب وسالب 2 هضربها في سالب اتنين تطلع ب يلا نرسم النقطه صفر وصفر اهي النقطة واحد وواحد أهي النقطة اتنين وأربعة أهي وصل وصلت النقطة صفر وصفر خلي بالك مغلق كانت مغلقة اتحطت عليها واحدة مفتوحة تبقى مغلقة لو مفتوحة واتحطت عليها واحدة مغلقة تبقى مغلقة لو مفتوحة واتحط عليها واحدة مفتوحة تبقى مفتوحة الأولانية كانت مغلقة هنا وأنا جيت أحط النقطة دي النقطة دي مفتوحة بالنسبة لي هتبقى مغلقة طيب سالب واحد أهو سالب واحد واتنين أهي سالب 2 واربعة اهي وصل يا استاذ وصلت خلي بالك هنا المستقيم ده مش قاسم الرسمه لان ده منحنى وده خط مستقيم عشان ما تقولش عليها زوجيه بس ها تعالى نتكلم بقى المجال ايه؟ نقول له المجال خلي بالك ده س اكبر او تساوي الصفر واخدها كلها وس اقل من الصفر يعني واخد اليمين كله وواخد الشمال كله يبقى نقول له المجال ها طب المدى ايه؟ نقول له اول الرسمه عندي من هنا من عند الصفر واطلع لفوق للاخر يبقى المدى من صفر إلى ما لا نهاية. طيب الاضطراد ايه؟ نقوله من صفر إلى ما لا نهاية تزايدية. ومن سالب ما لا نهاية لغاية صفر، اه بص كده معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة، هتلاقي ايه؟ الرسمة موجودة في اتنين وأربعة، هتبقى تناقصية. طيب نيجي نتكلم على النوع. اوعى تقول الدالة تزايدية تزا لان زوجية لانه محور الصادات قاسمها لا ده هنا حاجة وهنا حاجة تانية، يبقى النوع ليست وليست. طيب الأحادية بالمرة بقى ناخدها نقول له إيه خد خط كده هنلاقي إنه قطع هنا وقطع هنا. قطع في في نقطتين، يبقى الدلة ليست أحادية. يبقى انا جبتلك كل حاجه ممكن الراجل يسالك فيها بيسالني عن المجال عن المدى عن التزايد واحد يقول لي فين نقطه التماثل اقول له نقطه التماسل صفر وصفر واحد يقول لي فين معادله التماثل اقول له الداله دي مش متماثله عشان اجيب لك معادله التماثل الدالة دي ما هياش متماثلة لان متماثلة يعني الفرع اليمين زي الفرع الشمال، انما ده هنا منحنى وهنا خط ايه؟ مستقيم، فملهاش معادلة تماثل. يبقى المسألة هنا بيسألني عن المجال، يسألني عن المدى، هو طبعاً في المسألة قال لي أوجد المجال، لكن إحنا بنراجع فبنجيب لك كل حاجة عشان تستفيد من الإيه؟ المسألة. بيسألني عن المجال، بيسألني عن المدى، بيسألني عن ليست أحادية، فأنا جاوبت له على كل إيه؟ حاجة. ارسم دالة س بتساوي اتنين س زائد 3 على س ناقص واحد ومن الرسم حدد المجال والمدى، أول ما الاقي فيها س في البسط، خلي بالك دالة كسرية فيها س في البسط، يبقى لازم أعمل عمل عملية قسمة مطولة عشان أحولها إلى صورة قياسية أقدر أطلع منها نقطة التماثل. يلا معايا بقى نقسم اتنين س على س فيها الاتنين. اتنين في س باتنين 2 س، 2 في سالب واحد بسالب اتنين بعد ما قسمت وضربت نطرح اطرح يعني اغير اشارات دي سالب ودي تبقى موجب راح دي فالناتج يبقى خمسة بص على عملية القسمة دي انا قسمت مرة واحدة بس بص بقى الخمسة دي ايه نقول له ده الباقي السين ناقص واحد ده ايه ده المقسوم عليه طب الاتنين ده ايه ده الناتج يقول لي دالة سين بتاعتك هتبقى بالمنظر ده الباقي على المقسوم عليه زائد الناتج يعني ايه يا مستر نقول له اهو ده اللي بتاعتك هتبقى بالشكل ده الباقي خمسة المقسوم عليه س ناقص واحد والناتج اتنين الله ده انا حولت المسألة الكسرية البسط والمقام اللي هي فيها سين في البسط ها الى مسألة اقدر اطلع منها نقطة التماثل طب طلع لي نقطة التماثل نقول له نقطة التماثل بتاعتك واحد واتنين هنا بغير الإشارة هنا زبس الإشارة طيب فين واحد واتنين نقول له ادي الواحد اهو واطلع اتنين واعمل محاور تماثل جديدة الدالة موجبة ولا مش موجبة موجبة تبقى ترسم في الأول والتالت وتعالى بقى نجيب كل حاجة المجال المجال ها ح ما عدا الواحد المدى ح ما عدا الاثنين ها نيجي بعد كده نقول له تعالى نتكلم في الاضطراد نقول له الدالة تناقصيه لانها في الاول والتالت على فترتيها، واحد يقول لي فين فترتيها دي يا استاذ؟ نقول له امسك بقى ايه من هنا، طب الاضطراد بيجي من السينات من واحد الى ما لا نهايه مفتوح ومن سالب ما لا نهايه لغايه كام؟ واحد، يبقى دول الفترتين اللي انا بتكلم عليهم. الداله دي نحة ايه؟ زوجيه ولا فرديه؟ نقول له هذه الدلة ليست وليست. الدلة دي احاديه اقول له تعالى نشوف اهو خط اهو قطعت في نقطه واحده، طب خط تاني تقطع في نقطه واحده، وبالتالي الداله احاديه. يبقى مره ثانيه علشان خاطر ايه؟ الطلبه بتغلط في المساله ديت بنقول المساله دي مهمه فبنقول له ارسم داله س بتساوي 2 س زائد 3 على س ناقص 1 مش عارف اطلع نقطه التماثل هنا يا مصر بنقول له خلاص انت عايز بقى الشكل القياسي للداله الكسريه يبقى نقسمها اسم مطوله مره واحده لما بقسم بعمل ثلاث خطوات بقسم اول حد على اول حد بعد كده بضرب الناتج في المقسوم عليه كله وبعد كده بطرح لان القسمة المطولة شوية بتبقى صعبة على الاولاد فاحنا نقول له ايه انا قسمت اتنين سين اللي هو اول حد بقسمه على اول حد مش بقسمه على كله يبقى 2 س على س فهل 2 2 في س ب 2 س 2 في سالب 1 بسالب ايه سالب 2 طيب بعد كده بنعمل ايه يا استاذ بنطرح اطرح يعني اعمل ايه يعني اغير اشارات دي كانت موجبه خليتها سالبه دي كانت سالبه خليتها موجبه طيرت دول و3 و2 5 ايه بقى المسميات اللي هنا نقول له ده اللي هنا ده اسمه الباقي ما هو ده باقي القسمه وده اسمه ايه؟ ده اسمه المقسوم عليه، طب واللي فوق ده اسمه ايه؟ ده اسمه الناتج، بيقول لي بقى خلي بالك بقى احفظ القاعده دي لانها مهمه، دا اللي س بتتكتب ازاي؟ بتكتب الباقي على المقسوم عليه زائد الناتج، يبقى دا اللي س بتاعتي هن تعالى نكتبها بقى، يبقى دا اللي س بتاعتي بتساوي ايه؟ خمسه ده الباقي على المقسوم عليه اللي هو س ناقص واحد زائد 2 ده الناتج، طيب تعالى بقى دي الدالة دي ان احنا نعرفها وبنعرف نرسمها دي طيب نطلع منها نقطة تماثل واحد واتنين يلا على واحد واتنين ادي الواحد وادي الاتنين نعمل له محاور تماثل وبالمسطرة الحلوة دي نرسم رسمة الدالة الكسرية في, في, الاول والتالت اول وتالت بالنسبة لي انا بالنسبة للمحاور التماثل اللي انا عاملها بالقلم اللي إيه الرصاص هات المجال نقول له المجال حاه ما عدا الواحد هات المدى خلي بالك المدى هنا غير المدى اللي كان مرسوم بدلة مقياس اللي كان مرسوم بدله المقياس كانوا الاثنين تحت. هنا مدى نقول له ح ما عدا كام؟ 2. نبدا ناخد مساله كمان. اذا كانت دالة س بتساوي 2 س، ده نخش في الدوال الاسيه بقى والحاجات الاسيه، 2 اس س، اوجد قيمه س التي تجعل دالة س زائد 1 زائد دله س ناقص 1 بتساوي 10، فنيجي نقول له الحل؟ دالة س زائد 1 يعني 2 اس س زائد 1. داله س 1 يعني 2 اس س 1 طب يلا نكتبهم بقى في الداله دي انا هشيل دي واحط مكانها اللي انا طلعته وهشيل دي واحط يبقى 2 اس س 1 2 اس س 1 10 طيب ما تفك يا مستر الكلام ده نقول له حاضر هيبقى 2 اس س في 2 اس زايد 2 اس س في 2 اس بتساوي 10 هل الاول أس الأول ضعف أس التاني؟ لا دول زي بعض يا مصر. يبقى إذا المسألة دي عامل مشترك. يبقى لابد إن أنا أسحب الاتنين دول كعامل مشترك. يبقى هاخد اتنين س عامل مشترك. هيبقى لي إيه بقى؟ نقول له يبقى لك, من هنا اتنين. ويبقى لك من هنا اتنين أس سالب واحد. يعني إيه اتنين أس سالب واحد؟ يعني نص بتساوي عشرة طب ما تجمعهم لي اتنين زائد نص باتنين ونص. يعني كام؟ يعني 5 على 2 يبقى نيجي نقول له يبقى 2 اس س في 5 على 2 بتساوي 10. ممكن اوديها على طول الناحيه الثانيه بس مقلوبه وممكن اضرب في المعكوس الضرب للطرفين. انا هضرب في المعكوس الضرب للطرفين فهاجي اقول له في 2 على 5 هنا وفي 2 على 5 هنا. الاثنين راحت مع الاثنين والخمسه راحت مع الخمسه وهنا على الخمسه فيها الواحد على الخمسه فيها الاثنين فبقت 2 اس س بتساوي 2 في 2 يعني 2 أس 2 إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس يبقى إذا السين تساوي 2 ويبقى لو قال لي أوجد مجموعة الحل أقول له مجموعة الحل ب 2. مرة ثانية يا مستر أقول له على مهلك كده عوض عن دالة س زائد 1 في الدالة الأصلية اللي هو مديها لك بيدي لك في الأساس دالة س بتساوي 2 أس س فأنا بشيل كل سين وأحط مكانها س زائد 1. فتبقى دلة سين زائد واحد اتنين أس زائد واحد طيب ودلة سين ناقص واحد تبقى برضو اتنين أس س ناقص واحد ها حطهم بقى في القاعدة اللي احنا مظللينها دي هيبقى اتنين أس زائد واحد زائد اتنين أس س ناقص واحد بتساوي عشرة المسائل حاجة من الاتنين يا تحليل ساعتها هيبقى اس الاول ضعف اس الثاني يا عامل مشترك يعني الاسين زي بعض انا عملت هنا لقيت دي 2 اس ودي 2 اس س يبقى اخدها عامل مشترك ها اما اخدها عامل مشترك هيبقى لي من هنا اتنين ويبقى لي من هنا اتنين اس سالب واحد يعني نص اجمعهم يعني اتنين ونص يعني خمسه على الاتنين يبقى اقول له ايه يوديها الناحيه التانيه يضرب في المعكوس الضرب اسلم اضرب في المعكوس الضرب الاتنين هي خمسه على الاتنين اضرب في اتنين على خمسه هنا وفي اتنين على خمسه هنا طارت دي وبقيت اتنين اس سين لوحدها والناحيه التانيه بقت اربعه كتبتها اتنين اس اتنين لما اتكتبت اتنين اس اتنين قلت له الاساس بيساوي الاساس يبقى اذا الاس يساوي الاس يبقى السين بتساوي اتنين ويقول له يبقى مجموعة الحل كام اتنين يبقى احنا خلصنا المسألة دي تعال نشوف مسألة كمان اذا كانت اتنين اس س زائد اتنين اس خمسة ناقص س بتساوي اتناشر اوجد مجموعة الحل في ع يبقى نمسك المسألة كده ونقول له دي اتنين اس زائد ديت افكها طب افكها ازاي يا مستر نقول له 2 اس خمسة في 2 اس سالب س بتساوي 12 لما تحب تفك اساس مكتوب هي فوق مجموع حاجتين او حاصل طرح حاجتين يبقى تفك الاتنين الواحده خليها اتنين تين. اتنين للخمسه واتنين لسالب س وبينهم علامه في طيب انا كل ما اشوف السين احاول ايه اغيرها يبقى اقول له 2 اس س زائد 32 2 اس 5 في 1 على 2 اس س بتساوي 12 انا كده لغيت السالب يا مستر خليتها 1 على نقول له طب ايه رايك لو ضربنا في 2 اس س هقول له هنا بالجنب كده بالضرب في 2 اس س يلا نضرب مع بعض 2 اس س في 2 اس س اهو قدامك اهي 2 اس س في 2 اس س ب 2 اس 2 س الاساس بينزل واجمع الاس. طيب هنا 2 اس س لما تتضرب هنا هتروح هيبقى 32، طيب هنا هتبقى 12 في 2 اس، اوعى تضربهم، اوعى تقول لي 12 في 2 ب 24، لا ما تتضربش. لان ده متغير وده عدد. ها؟ طب دخلها لي جوه يبقى 2 اس س اس 2 س ناقص 12 في 2 اس س زائد 32 بتساوي صفر. الله طب ما انت قلت لي يا مستر اهو اس الاول ضعف اس الثاني ما ده القص بتاعه اتنين الاس بتاعه 2 اس س وده 2 اس ص اه يبقى ده تحليل يبقى تعالى نحلل بقى بص هنحلل ازاي هفتح قوسين واقول له 2 اس س في 2 اس ص الاشاره هنا زائد يبقى ناقص وناقص كم في كم ب 32 مجموعهم 12 8 في 4 8 في 4 ب 32 و8 و و4 ب 12. تعالى نكمل في الصفحه اللي بعديها، يبقى يا إما 2 أسسين بتساوي 8، يا إما 2 أسسين بتساوي 4. ال 8 لها صوره أُسيه. ال 8 2 أسسين بتساوي 2 أس 3، والأربعة لها صوره أُسيه 2 أس 2، نقول له الأساس بيساوي الأساس. إذا الأُس يساوي الأُس. يبقى هنا السين هتساوي 3 وهنا السين هتساوي كام؟ اتنين ونقول له مجموعه الحل تطلع اتنين وكام وتلاته. خلي بالك هنا مجموعه هنا ايه؟ مجموعه مش فتره. يبقى مجموعه الحل اتنين وتلاته. يبقى احنا طلعنا المساله بالراحه كده واحده واحده لغايه لما وصلناها لايه؟ للحل بتاعها. تعالى نشوف مساله كمان. إذا كانت دالة س بتساوي 3 أس س. فاوجد دالة س زائد 1 على دالة س ناقص 1 زائد دالة س ناقص 1 على دالة س زائد 1. هي مسألة بسيطة بس محتاجة يعني إيه المهارة بتاعة الطالب لازم يبقى عنده مهارة في الإيه في استخدام المسائل دي. فتعال معايا نحل كده مع بعض تعال نعوض عن دالة س زائد 3 هتبقى 3 أس س زائد 3 زائد 1. طب تعال نعوض عن دالة س ناقص 1 هتبقى 3 أس س ناقص 1 زائد هنا 3 أس س ناقص واحد هنا 3 أس س زائد 1 أعمل إيه يا مستر بعد كده نقول له عند قسمة الأساسات المتحدة الأساس بينزل حاضر وبعدين نعمل إيه؟ نقول له أس البسط بيبقى زي ما هو أهو وأس المقام بيطلع بخلاف إشارة الله ده موجب يبقى سالب س ده سالب يبقى موجب س زائد هنا برضو الاساس بينزل اس البسط بيبقى زي ما هو س ناقص واحد واس المقام بيطلع بخلاف اشاره يبقى سالب س سالب واحد يلا نجمع بقى ده س وذا سالب س راحوا مع بعض يبقى 3 أس 2 ب 9 زائد ده س راحت مع ده س تبقى 3 أس سالب 2 ب 9 طب ما تيجي نجمعهم بقى نقول له يلا نجمعهم 1 في 9 ب 9 9 في 9 ب 81 1 في 9 ب 1 الناتج يطلع 82 على 9 واحد يقول لي يا مستر انا هعملها على الاله اعملها على الاله عايز تعملها على الاله اجمع 9 زائد 9 هتطلع لك برضو 82 على ايه على 9 يعني مساله هي مساله بسيطه بس ممكن طالب يتخم فيها او يضحك عليه فيها فاحنا بنقوله بالراحه حلها براحتك وعلى مهلك هتطلع معاك سهله وبسيطه ما حاجه تعال نشوف مساله كمان احنا يا ريت الوقت يسعفنا ان احنا نلم الجبر كله عشان تبقى انت واخد بالك منه بص كده المساله اللي جايه دي بيقول له اذا كانت س اس 3 على 2 بتساوي 125 دي الاسس الكسريه انا جايب لك مسالتين مع بعض وبعدين المساله الثانيه بيقول له اوجد مجموعه الحل س اس 4 على 3 ناقص 10 في س اس 2 على 3 زائد 9 بتساوي كام صفر ممكن تيجي لك نفس المساله دي بس في صوره جذريه بدل ما يبقى 4 على 3 يجي يقول لك الجذر التكعيبي ل س اس 4 فانت هتعملها س اس 4 على 3 او الجذر التكعيبي ل س اس 2 نقوم نقول له يبقى س اس 2 على 3 تعال نحل الاولانيه الأولانية مسألة بسيطة جدا وسهلة جدا س أس 3 على 2 بتساوي 125 أول ما هحل أبص على البسط لو فردي يبقى لها حل واحد لو زوجي يبقى لها حلين بالموجب والسالب لا فردي يا مستر خلاص يبقى نقول له يبقى س بتساوي 125 الكل اس 2 على 3 بودي دي الناحيه الثانيه مقلوبه ممكن اطلع بالاله المساله دي كده على طول وممكن اجي اقول له يبقى س بتساوي 125 5 اس 3 الكل اس 2 على 3 وطارت التلاتة مع التلاتة يطلع الناتج خمسة أس اتنين يبقى السين هتطلع بخمسة وعشرين وممكن انت تحطها تاني بعد ما خلصت تحطها هنا وتقول له أس تلاتة على الاتنين بالآلة هتطلع لك بمية خمسة وعشرين تبقى المسألة صح طيب عايزين نحل المسألة التانية يا مستر نيجي نقول له سين أس أربعة على تلاتة ناقص عشرة في سين أس اتنين على تلاتة زائد تسعة بتساوي صفر لو خدت بالك هتلاقي أس الأول ضعف أس التاني ازاي؟ نقول له دي أربعة على التلاتة بص على البسط ما تبصش على المقام ودي اتنين على التلاتة يعني الأربعة ضعف الاتنين يبقى إيه؟ تحليل يبقى يلا نحلل قوسين س أس اتنين على تلاتة وس أس اتنين على تلاتة وناقص وناقص كم في كم بتسعة مجموعهم عشرة تسعة في واحد يبقى يا إما س أس اتنين على تلاتة بتساوي تسعة يا إما س أس اتنين على تلاتة بتساوي واحد الله يا مستر ده اس هنا البسط زوجي. ده القس نقول له يبقى لها حلين، تعال نحل يبقى س هتساوي زائد او ناقص تسعه الكل اس تلاته على اتنين. وهنا ده البسط هنا زوجي يبقى لها حلين يبقى س بتساوي زائد او ناقص واحد الكل اس تلاته على كام؟ على اتنين. عايز تجيبها بالآلة نجيبها عايز تطلعها بالاسس كده على طول تعال نطلعها مع بعض تبقى س بتساوي زائد او ناقص تلاته اس اتنين الكل اس تلاته على اتنين. راحت دي مع دي فتبقى 3 أس 3 تبقى س بتساوي موجب أو سالب 7 وكام و20 واحد أس أي حاجة بواحد تبقى س بتساوي موجب أو سالب واحد ويبقى مجموعة الحل موجب أو سالب 27 وموجب أو سالب كام واحد احنا كان كنا نتمنى ان احنا كمان نكمل على نراجع كمان اللوغاريتمات بس ان شاء الله هنراجعها في مرة تانية بإذن الله وإلى لقاء آخر وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته